إذا قيل ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أبي داود لا تتخذوا قبري عيدا، فقل من زار النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو كان مستقرا في المدينة لم يشد الرحل، فما ظنكم في هذا الحكم الذي سأذكره؟ ما ظنكم بمن شد الرحل من أجل زيارة القبر؟ إذا كان من بالمدينة لم يشد الرحل فإنه لا يجوز له أن يخصص أوقاتاً معينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضاً من اتخاذ قبره صلى الله عليه وآله وسلم عيداً أنه لا يخصص زمنا وإنما يكرر يكثر من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ما يفعله بعض الناس لما يسافر من أجل المسجد النبوي فيزور قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا به يكرر هذه الزيارة أكثر من مرة، فهذا من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عيدا. اتخاذه عيد إما بتخصيص أوقات معينة أو بكثرة المجيء إلى قبره صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك سد الباب. ماذا قال؟ قال فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو التوجيه منه، قال كما عند النسائي إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني عن أمتي السلام. لو سلمت وصليت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أي مكان ولو بعدت عن المدينة بآلاف الكيلوات فإن هناك ملائكة يبلغون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلام أمته. إذن لا حاجة لهذا الغلو الذي يفعل عند قبره صلى الله عليه وآله وسلم.